وكيما عراو لي راسي وكيما شوهوني يا ربي نشوههم. وكل شي وحده مخسره كل راه مشاو طلقوا لي الموضوع غيقولوا لا غادي لنا الشوها. انا انسان ومخلصك في واجباتك وهبطتي عليا بحال هكا طفي عليا الضو راه ماشي كلمه انا. وقبضتي الفلوس ديالك هاد العام 192 الف ريال في التوتال للعالم وفي الاخر هربتي راه حشومه. سيد الحموشي عافاك بغيتك تنوض لي في هاد القضيه ديالي. انا سيد الحموشي راني يتيمه ما درتش كونطرا. شوف هاد الاحياء الشعبيه راه يكذب عليك الكذاب اللي يقولك سيديرو كونطرا. احياء الشعبيه راه ما فيهمش لي كونطرا. كونطرا كيكونوا في لي ريزيدونس يعني انسان من 2000 الفوق انسان كاري ب 800 درهم بالموضوع راه ما غايديرش معاك مضر كونطرا حيت غيعرف في الاخر العام غتخرج له الضريبه ديال الازبال غيخرج له بزاف د الحوايج. الانسان كون كان تيدير بحال هكا راه غادي تلحقو. انا دابا يا انا ما عرفت اخوتي فين نمشي ما عرفت شكون اخوتي مول الدار. واش هذيك بيدوزه واش هذيك الزوجه ديالو ومخلي لهم وكاله ولا ما مخلي لهمش. الناس غير كيتلاعبوا بالكراي كيقبطوا الكره وكيهربوا صافي. علاش دابا انا هذه من الجمعه للجمعه غدا ان شاء الله 8 ايام انا واش ماشي مواطنه واش انا ماشي مغربيه واش انا ما فيهمش هاد الناس الاسلام يقولوا نمشيو نطلعوا على ديك البنت وتتبكي وتتعنق فيا وتقولي انت بحال بنتي وغنقطعوا عليك لا ما لا ضو وتخليوني بحال هكا. شنو زعما ها الدار ها هما غير الحيوط استغليهم ديري فيهم ما بغيتي. هضرت مع مول المحل قال لك هو السيد في فرنسا هضرنا معاه صحابنا السيد حتى هو فيه الانسانيه قال لك اختي انا راه اتصلت بالزوجه ديالي واش السيد مزوج بيك وما كيحكمش فيك. ايوا من هنا يكون مزوج بي انا الزوج ديالي ويقول لي هو ساكن في الديار الفرنسيه ويقول لي سيري حلي على المراه الماء والضو وانا ما غنديرش بهضرته. يعني انا راه ما كنسمعش للزوج ديالي يعني انت راه حتى حاجه. قلت له خويا ما تهضرش معايا انا منين انت هضرتي مع الزوجه ديالك وما سمعاتلكش انا راه ما غنسمعش ليك. قال لي سيري تلتجئي للقضاء من حقك. مشيت اخويا درت الشكايه وخرجت اخويا عون القضاء عون قضاء هنايا جا شافعي بانني انا ما عندي لا ضو لا ما هذه بحق ذاتها ما خصهاش ديرها في القانون ما كنخلصكش محكمه ما كنعطيكش الفلوس ديال الضو ديالك مثال راه كاين محكمه. بغيتي تخرجيني وما بغيتش نخرج لك كاين محكمه كما درت انا. علاش انا خوتي انا يا انا يا انا ساكنه عندها وقطع عليا الضو وبامكاني نمشي نقبطو عشوائي ندير داكشي حتى انا شرع يديا ولكن لا انا صابره وتنقول ماشي مشكل كل نهار تنصلي تنقول يا ربي تسهل عليا يا ربي ما تنصرني عليهم يا ربي. ولكن انسان اخويا خليك هكا لا ضو لا ما راه ما غيحس بها غير اللي عايش فيها. ما مشيتش لراديم لراديم ما قطعتش ليهم الضو فاش جا العون القضاء شاف لقى الكونتور ساكت ولراديم ما كتحكمش في الكونتور في داك في الرتاحات ديال الدار الدخلانيين. لراديم كيكون عندها المكانه برا ولا كانت لراديم كتحيد المكانه كتحلها هي بداك الساروت كتحل ماشي لراديم. هما سيدي اللي قطعوا الضو والماء كانوا مخليين السوارت لواحد السيد هنايا با مصطفى كيحطوا عنده بعد الخطرات راه قلنا لك العماره راه طافيين فيها هما ناقصين العماره الضو ديالها. فاش كدير اون فوا مثال دير بحال دابا مقراج ديال الضو ولا دير بحال دابا فران ديال الضو تطيح الرتاحه ولا دير شي شوار كطيح الرتاحه. كنبقاو نتسناو حتى الغدا رفيقو مشيو عندك با مصطفى. هبطت عندك با مصطفى داك النهار الجمعه قال لي بنتي شوفي راه جات السيده في الصباح مع تسعود دات السوارت وهي اللي طفات. واش طفات الله اعلم شنو كانت كدير تما. المهم حنا فاش انا فقت هادشي اللي قال لي داك السيد يعني راه ماشي لراديم ماشي لراديم لراديم هالوراق عندي هما مصوراهم. ايوا خويا راه نصبوا عليا هذا ماشي ناصب. واش انا خويا حاشاك راه كلب حاشاك وتكون مربي وراه ما تخليش تجلس في الظلمه. راه انا عندي قطه خويا راه عندي لاشاص راه عندي الطواليط روميه راه كتعمر بلاشاص راه ماشي بيدود 5 لتر. واش حنايا دابا انا وليت في فلسطين اخويا راه فلسطين اخويا هما اللي كيعطيهم 5 لتر ديال الماء في النهار. ورانا اخويا في المغرب راه حنا في المغرب اخويا راه المغرب راه كاين الامن وكاين بزاف د الحوايج. هاد الناس هادو اما يعطيوني ديالي ويجيو يشعلوا عليا الضو حتى لا ما بغاوش يشعلوا عليا الضو راه هو غنربحهم قانونيا حيت انا التجأت للمحكمه. انا التجأت للمحكمه خويا انا شغلي درتو. هما ما بغاوش يجيو يقادو الضو الماء ديالهم دابا تنزل عليهم خطيه صافي. انا علاش مشيت للصحافه حيت انا حسيت براسي محقوره هاد الايام اخويا هي تنجلس اخويا غير تنهضر هي تنبكي اخويا بزاف هادشي وحق الله. انا بغيت الراي العام بغيت خوتي المغاربه ينوضوا يعاونوني بغيتهم يهضروا عليا حتى انا راني ماشي زعما حقا ماشي بنت هاد المدينه ما عايشاش فيها ما كبرتش تنصبوا عليا حشومه عليكم حتى انا راه غير بنت
نتوما ولادكم وبناتكم عندكم دايرين فيه عندهم الضو عندهم كل شيء، تفيقي تحلي الثلاجه تهزي اللي بغيتي تسخني ديري، والانسان كاري عندكم بواحد الثمن. جيت النهار الاول قلتي لي 800 درهم ماء وضو، عطيتك رزقك، اشنو بغيتي اختي عندي؟ علاش تقطعي عليا اختي الضو؟ اشنو درت ليك؟ درت لك شي جريمه؟ هما الجيران اخويا تهبط معايا وسول واحد بواحد، اش دخل سوق راسي بنادم تلاقاني قال لي اختي ما يمكنش انت ساكنه تما، قلت له علاش؟ قال لي ما عمرني شتك، وكيما عراو لي راسي وكيما شوهوني، يا ربي شوههم. اش اللي بغيت اخويا؟ انا بغيت هاد الناس هادو بغيتهم يتعاقبوا. لا راه غير لقيتيني انا دابا ما لقيتيش الجيران، راه قلت لك مشاو مساكن لواحد الكنازه لواحد البنت، قالوا لي اختي راه ما لقيناش كي نديرو في العثمانيه بعيدين عليا، وما حتى هما يهضروا. انا بغيت الراي العام، انا بغيت الراي العام ينوض في هذه القضيه، انا بغيت الراي العام ياخذ ليا حقي، بغيت الا كاين شي قانون ياخذوا ليا حقي. هاد الناس علاش ما كيديروش الوصول الكرائيه؟ وعلاش ما ملي كتخلصهم كل شهر ها شنو ها شنو ها شنو؟ لا جات خطيه جي عندي قول يا بنتي راه ها شنو ها شنو؟ ما ديرش بحال هكا، انت قبضت سير خطيه وقبضت سير الفلوس ديال الكراء العام 192 الف ريال في التوتال العالم، وفي الاخر هربتي راه حشومه. وشكرا لكم بزاف اخوتي المغاربه، الله يسهل عليكم، وعاش الملك، عاش سيدنا وعاش سيد الحموشي. سيد الحموشي عافاك بغيتك تنوض لي في هذه القضيه ديالي، انا سيد الحموشي راني يتيمه، راني غيتيمه، راه ما عنديش لا اب لا ام، راه غيتيمه، وخمي في الحياه راه مزوجه براجل اب بنتها بولدها بكلش، راه انا اللي كنحارب وكنعاون راسي وكنخدم على راسي. هاد الناس هادو راه بغاوك تولي شمكاره بهذا اللفظ هذا باش يخافوا منك باش يعطيوك دو كوماك. دابا كل شي وحده مخسره، كل راه مشاو وطلقوا لي الماء والضو، غيقولوا لا غدي لنا الشوهه لا غدي لنا. انا خويا ماشي شمكاره، انا ماشي شمكاره، انا كنصبر وعارفه ربي قال لك قال لك بيبان عند الله كاملين كاملين عليهم الزحام الا باب الصبر، ما عليه حتى واحد، حيت صبر حتى واحد ما كيبغي يصبروا. انا صبرت وعييت وطرطقت، وراه قال لك بقوه الضغط تجي ولد الانفجار، راه ما يمكنش، راه انا ماشي كلب، راه السيده وحدايا، انا راه مجاوره مع كلبه تنسمعو كل ليله كيجي يطلع عليها ويطلع عليها الضو، وكيجلس حداها نص ساعه كيجلس حداها ولا ساعه، هادي غير كلبه. وانا انا انسان ومخلصك في واجباتك وهبطتي عليا بحال وكطفي عليا الضو، راه ماشي كلبه انا، راه الكلاب وعندهم مساكن الحقوق علينا في هاد الارض، راه كتربي قط وكيبقى فيك. انا راه كنمشي لدارنا كتقول لي امي باتي، كنقول لا عندي القط ما نقدرش نخرج نخشعل عليه ضو غير خلي عليه بوله. وانا انسان، راه سيدي راه داك الناريات راه البنت جبدوها من القبور سيدي مسعود، راه ميته وجبدوها كسكسو بها، وانا خويا راه حيه، راني حتى قبور سيدي مسعود راني حيه. وشكرا اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.